رنا فسرتي لي قبل كده رؤيا اني هحمل وسأرزق بالذريه الصالحه بعد وفاه ابنك، والحمد لله ربنا كرمني ونفسي اكلمك اشكرك. حبيبتي يا رنا، يعني اشكري ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يرضيكي ويبارك لك في ولادك بحق لا اله الا الله، ويرضيكي بالابن دوت يعوضك عن اللي فات باذن الله، وابنك السابق يا رب باذن الله تعالى يجعله في ميزان حسناتك كده. وهي الحياه كده، بيبقى فيها العسر واليسر، هي حياتنا كده. فان شاء الله ربنا يرضيكي، وانا اللي بشكرك على تعليقك، وان شاء الله تقومي سالمه كده، وربنا يبارك لك في البيبي يا رب يا حبيبتي. يعني شكرا يا جماعه على التعليقات، اللي هم الرؤى بتاعتهم اتحققت، اتمنى يتواصلوا باستمرار كزياده اطمئنان للي بيتفسر لهم احلام بعد كده. يلا يا دينا عبد الفتاح، حاولي كده تشوفي كده يا رب الاضافه تظهر لك. انا واصل لي دلوقتي اضافات كتيره جدا، ومش عارفه ليه مش راضين يشتغلوا معايا. انا بحاول والله، انا مفيش حد عارف يدخل اضافه يا جماعه، الناس اللي بتعلق انا مش عارفه في ايه. نفيسة بنتي شافت انها بتقبل ايدي وايدي ابوها، هي آنسة. تقبيل ايدي الاباء دايما جاية من النصرة في العلم وفي الزواج وفي الحياة الكريمة، وهتنول مرادها باذن الله تعالى في الواقع ان شاء الله، والله اعلى واعلم. يا دينا كده حاولي شوفي الاضافة جاتلك ولا لا. لا انتوا علقولي بقى الاضافة، ما بتجيش الناس اللي بعتلها اضافة واللي قبلت منها الاضافة، ما بيظهرلكوش اي حاجة خالص. تعذر كل حاجة، تعذر ليه؟ طب أنا بعت الأدهم رامي، أدهم رامي مدام أو آنسة أو رجل أيا كان، أدهم رامي. دودي يا دودي، فين حلمك يا دودي؟ إيه ميرنا اللي بيعلق يقول انت بتشوفيش حلمي، اكتبوا حلمكم في نفس الوقت. ميرنا بمر بظروف وحشة بقالي فترة، بس حلمت حلم اني بفتح الراديو على اذاعة القرآن الكريم، وكانت شغالة آية ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. كما هي الآية، خديها كما هي كما هي. شوفي معناها جميل ازاي، اوعي تيأسي من رحمة ربنا، خلي توكلك على الله دايما، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يرضيكي باذن الله تعالى، لان رحمة ربنا سبحانه وتعالى هتجيلك في الوقت المناسب ليك، ودي الرسالة اللي جايلك في الرؤية.